مرشح للقب، منافس على اللقب، بعيد عن الحسابات، تحطه في أي خانة؟ لا مش هنقدر نقول مرشح للقب، ممكن يعدي الدور اللي جاي، يعدي الدور اللي طيب. جاي، لكن في جنوب بعض افريقيا الفرق نروح هنمشي فريق فريق. سان داونز جنوب افريقيا مرشح، ده ما فيش خلاف عليه ولا ايه؟ طبعا مرشح لا لتحقيق مرشح اللقب. مرشح، بس ما عندوش برضو ان هو يحقق البطولة، يعني ما عندوش مقومات ان هو يحقق البطولة، لان زي ما بقول لحضرتك مقومات البطولة واحنا بنراجع على الفرق. بس سان داونز عنده كل مقومات البطوله، يعني هو تاني اعلى قيمه تسويقيه بعد النادي الاهلي، كواليتي كوره الكل متفق عليها على مستوى افريقي، نادي جماهيري، نادي حقق اللقب قبل كده، نادي بطولات بيفوز في جنوب افريقيا وبره جنوب افريقيا. ايه المقومات اللي ممكن يكون بيفتقدها سان داونز؟ ان هو يحقق البطوله، لان دي اللي موجوده عند النادي حققها على حساب الاهلي. الزمالك في 2016، حققها مع ماشي، بيتسو موسيماني. بس انا هنا هضطر اروح لمقارنه بين النادي الاهلي، لا يعني انا مش بقارن بالاهلي، لانه الاهلي خارج المنافسه، حته يعني خلاص. تمام الاهلي بالذات السنه دي، تمام الاهلي مش عايز ده يبقى ثقه عاليه، ومش عايز ده يبقى غرور، لانه هو مش ثقه، دي ارقام. لكن انا بتكلم على واقع الاهلي السنه دي افضل بكتير من الاربع سنين. انت تاهلت اخر اربع نسخ للنهائي، بشوف ان تمام نسخه الاهلي السنه دي مع مارسيل كولر هي اقوى نسخه في الخمس مواسم الاخيره، ففرص الاهلي ان شاء الله باذن الله كبيره جدا. انا بكلم حضرتك، هتلاقي سان داونز اللي هو اخرها 2016، ايوه يعني بقاله حوالي 7 سنين ان هو ما حققش البطوله. دي برضو ممكن تبقى مشكله عنده، ان هو بيوصل فاينل وبيوصل سيمي فاينل بس ما بيقدرش يحقق البطوله دي، لكن هو يقدر يوصل، يوصل يقدر يعني تحطه في خانه المرشح، مرشح اكيد. مرشح للقب. تمام يبقى عندنا مرشح ومنافس. طيب جالاكسي من بوتسوانا؟ لا ممكن خارج المنافسة. خارج المنافسه. الترجي التونسي السنه دي؟ الترجي ممكن يوصل أدوار متقدمة، لكن يعني مش مرشح ولا منافس؟ لا مش مرشح، ممكن منافس. يكون منافس قوي. منافس قوي. نجم الساحلي تونس؟ النجم الساحلي لا منافس قوي برضو، منافس مش قوي. مرشح. مدينة الغاني؟ لا ما خارج المنافسة، خارج المنافسة. بيترو أتلتيكو الأنجولي؟ بيترو أتلتيكو ممكن يكون منافس قوي، منافس قوي، منافس قوي، ممكن يخرج فرق كبيرة. منافس قوي يخرج فرق كبيرة. طبعا دايما بيترو أتلتيكو بيبقى يعني هي يعني فرقة دايما بتقدم مواهب، بتقدم نجوم، بتلعب كرة محترمة جدا، لكن ما عندهاش برضو فكرة ترجمة ده لتحقيق لقب أو بطولة. لا هي فرقة بيترو أتلتيكو من النوعية اللي بتطلع لعيبة كويسة، بتطلع لعيبة صغيرة، متوسط الأعمار عندهم صغير في السن، بيبقوا مركزين في حاجه غير تحقيق البطوله، ممكن حته استثمار، بيع لعيبه. تمام. فده يانج افريكانز وصيف الكونفدراليه السنه اللي فاتت تنزانيا؟ لا منافس قوي، منافس قوي طبعا. عندنا مازيمبي الكونغولي. مازيمبي من الفرق اللي بره تطلع فرق كبيره، يعني بتقدر تلعب مع فرق كبيره، واعتقد ان هو مرشح ولا منافس قوي؟ لا منافس قوي، منافس قوي. الوداد المغربي؟ الوداد مرشح، الوداد مرشح، مرشح ومنافس قوي اكيد يعني. مرشح للقب، يبقى اكيد طبعا عدى طبعا فكره المنافس. انت اخترت لغايه دلوقتي ثلاثه مرشحين، الاهلي وسان داونز والوداد. طيب الوداد. اسك ميموزا كوت ديفوار؟ لا اسك بقاله كتير بعيد عن فريق اسك اللي هو احنا زمان نعرف. القوي اللي هو يعني احنا لما كنا موجودين. هو اسك ميموزا اعتقد ان هو كان اسك ابيدجان، هو اسك واحد ابيدجان من كبار القاره ايام زمان يعني، لان احنا اللي لعبناهم سنه 2007 كان بقالهم 14 سنه ما بيخسروش، فكانت مباراه، وكانت اول خساره كانت الحمد لله على ايدينا احنا يعني. من بعد 14 سنه يا تعادل يا مكسب، كان على ملعبهم بالذات في كوتوفوا، من بعدها ما رجعش، من ما شفناش اسك ابيدجان. جول ابو تريكه. لا هو عموما باستثناء سان داونز اعتقد انه في سيطره شمال افريقيه على البطولات الافريقيه، سواء دوري ابطال او كونفدراليه، لان حصل تطور كبير في شمال افريقيا وفي منافسه امام النادي الاهلي. طيب هتحط اسك ميموزا خارج الحسابات ولا منافس؟ لا خارج، خارج الحسابات او خارج المنافسه. نواديبو موريتانيا اعتقد برضه مفيش تاريخ كبير، خارج المنافسه، خارج المنافسه. الهلال السوداني؟ الهلال منافس قوي لكن منافس مش مرشح، وخصوصا في ملعبهم، يعني في ملعبهم بيبقوا متعبين يعني في المباراه. سيمبا التنزاني؟ لا يعني ممكن نقول منافس، يعني منافس قوي.
شباب بلوزداد الجزائري؟ لا، من الفرق المرشحة. المرشحة شباب دي بلوزداد. فاجئتني. لا لا لا، من الفرق المرشحة، لأن السنة دي عاملين فريق جيد. يعني شايف إن فرص شباب بلوزداد أعلى من فرص مثلا فريق زي الترجي أو النجم الساحلي أو مازيمبي؟ ممكن لو هنقول في المربع، ممكن بنتكلم في الأهلي، سان داونز، الوداد، ممكن يخش معاهم شباب بلوزداد أو فريق كمان مثلا. مازيمبي مثلا؟ مازيمبي مثلا. فيعني ممكن هيبقى من الخمسة أو الستة اللي هم الماشيين يعني. دول اقرب بالنسبه لك للمنافسه على اللقب؟ دول اقرب يعني، مثلا في دور الاربعه مثلا ممكن نلاقي الاربع فرق دول. صحيح، هو جزء كبير جدا منهم هنسخن معاهم في دوري الابطال، في الدوري الافريقي يعني. أكيد. سيمبا، بيترو اتلتيكو، سان داونز، وداد، كلهم منافسين محتملين للاهلي في مشواره في الدوري الافريقي. ما هي دي من اقرب الفرق يعني. دي من اقرب الفرق، واكيد بتبقى منافسه قويه امام النادي الاهلي، وخصوصا هتلاقي حضرتك السنه دي من الفرق اللي يعني في اكتر من فرقه تنافس النادي الاهلي، بعكس السنين اللي فاتت. يمكن كنا بنشوف اللي وصل مع الاهلي الوداد، بس احنا كل سنه بيبقى في يعني الوداد خصم عنيد، سان داونز خصم عنيد، ما فيش بطوله خدناها بتهالي كانت سهله. ده البطوله السنه اللي فاتت بيقولوا عليها البطوله اكثر دراما في تاريخ النادي الاهلي. ممكن كانت اكثر دراما للظروف اللي كانت فيها النادي الاهلي، لكن ما كانش منافس قوي مثلا. كان موجود سان داونز موجود، كان الوداد موجود، لكن مش زي السنه دي. السنه دي في حوالي 6 أو 7 فرق ممكن يعني. انا فاكر